الله 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 سبحان الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية التاسعة من سورة الحجر، هذه السورة المكية التي نزلت كما قلنا في أوائل البعثة العلنية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة، بعد 3-4 سنوات من الدعوة السرية انطلق الرسول بأمر من الله، وهذه السورة نزلت بعد إعلان الدعوة. طبيعي أن المشركين أخذوا مواقف كما قلنا، ومواقفهم كانت نابعة عن جهلهم وعنادهم ولجاجهم. تهم، مرة اتهموه بالكذب والعياذ بالله، مرة بالسحر، وهنا في هذه السورة قالوا إنك لمجنون. خب، فالصراع صار بين المشركين وبين رسول الله في جبهتين، في موضوعين إذا صح التعبير. الموضوع الأول النبوة، والموضوع الثاني أصل القرآن. خب، القرآن شنو كان ذاك اليوم؟ ما كان بين دفتين مثل الآن، كانت تنزل سور بواسطة جبرائيل عليه السلام على قلب النبي، إما مجابهة وإما صوتا، هناك تفصيل به. فالرسول يبدأ ويقرأ هذه السور وهذه الآيات، هنا هذه الآية تشير إلى حالة عند المشركين أيضا. المشركين قالوا ما يخالف، كم يوم ابن بلدتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعي شيئا ونحن نتهمه ونقف أمامه وتنتهي المشكلة والقرآن ينتهي. الآية تشير إلى هذا المعنى أولاً، ثم إلى معنى آخر تخصصي. المعنى الأول أنه يا قريش، يا مشركين، يا أعداء الإسلام، يا أعداء النبي، أنتم تقدرون أن تمحوا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر هنا يعني القرآن، وإنا له يعني للقرآن لحافظون. طيب، فأساسا الاتجاه الآية اتجاه أولا موقف من الله سبحانه وتعالى، موقف إلهي قوي أنه نحن نحفظ القرآن، وتسلية للنبي صلى الله عليه وآله ولأصحابه القلائل في مكة أنه لا تخافوا، إحنا نحافظ على القرآن. واضح؟ فالاتجاه الأول حتى تصور، إحنا دائما في التفسير شو نسوي؟ نخليكم في أجواء السورة ثم في أجواء الآية. أجواء وهذه الآية شنو؟ مكة
بشعابها وبمشركيها تحاصر رسول الله فكريا بالتهم وبالافتراءات وبالمجابهة، هذه وحدة، وبدأوا بصد أصحاب رسول الله حتى يتفرقوا عن الرسول. فشنو يحتاج هنا؟ يحتاج إلى موقف إلهي رصين مبارك وقوي، هم أمام المشركين أنه أنتم ما تقدرون على القرآن. إنا نحن نزلنا، الله يقول بصيغة الجمع، طبعا هذا للتفخيم في اللغة العربية، إذا جاءت الكلمة بصيغة الجمع مو معناته كم الله أكوخه، الله واحد، ليش يقول إنا؟ هذا للتعظيم والتفخيم، يعني نحن قدراتنا فوق كل القدرات، إنا نحن نزلنا، هذه كلها صيغة جمع. هذه الآية أجواءها واضحة، أجواء مكة والتهم التي كانت تترى على رسول الله بالكذب والجنون والسحر ما وشر. والمهم عندهم شنو؟ المهم أنه يبطل فكرة النبوة، أن هذا مو نبي، هذا واحد شنو سووا؟ مجنون، ساحر، كذاب، وهكذا، والعياذ بالله. ومرة أخرى القرآن شو يسوون به؟ القرآن عظيم، آياته قوية فصيحة، تجاوزت كل الشعر العربي، كل النثر العربي، تحداهم لو اجتمع الجن والإنس إلى آخره. فهذا شو يسوون به؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. هذه أجواء الآية حتى تكونون في الصورة. أما علماؤنا حفظهم الله من الشيخ المفيد، طبعا اقتداء بأئمتنا سلام الله عليهم وبرسول الله سيدهم صلى الله عليه وآله وسلم، استفادوا من هذه الآية الصغيرة، الآية التاسعة من سورة الحجر، استفادوا شيئا عظيما. شنو الشيء العظيم؟ هذا النزاع الموجود طيلة التاريخ، هل القرآن محرف أم غير محرف؟ خب شوية الليلة بحث تخصصي، لازم تتحملوني شوية، قصص ما بيها هواية. أولا التحريف شنو معناته أصلا؟ شنو معنى التحريف؟ إما الزيادة في القرآن وإما النقصان. الزيادة لم يقل به أحد، لا من السنة ولا من الشيعة، يعني واحد ما تجرأ يقول في التاريخ أن القرآن زيد عليه. يعني شنو؟ يعني جابوا آية خلوها في سورة البقرة بدون أن تكون آية. الشيء الذي ذكر كتهمة أيضا أنه هذه فيها نقصان، يعني كثير من الآيات حذفت لم تجمع في هذا الكتاب بين دفتي هذا الكتاب. خب أولا هذا، نجي على أنه هل التحريف ممكن أصلا؟ علماؤنا حفظهم الله الباقين ورحم الله الماضين في كتب جدا مفصلة بحثوا هذا الأمر. أولا حتى نكون شوي واقعيين، التحريف اللي مدعى اتهموا الشيعة فقط، قالوا الشيعة يقولون بتحريف القرآن. أنا اليوم طالعت بعض الكتب شفت حتى السنة قايلين، يعني مو فد شيء جديد. بعض علماء السنة، مو علماء، المحدثين من السنة، أكو علماء فقهاء
ولا شيعي فقيه من المفيد إلى العصر هذا ما قايل بالتحريف القرآن. بعض المحدثين، محدث يعني شنو؟ يعني راوي شغله حديث فقط، ما عنده فقه، ما عنده علم. هذا فرق بين المحدث وبين الفقيه. بعض علماء السنة أيضا قالوا بالتحريف، قالوا فلان آية ما موجودة في القرآن، مع أنه كانت عائشة تنقل أنه فلان سورة كانت ما موجودة في القرآن، فلان هواي أكو. عند الشيعة واحد قايل، بعدين عرفنا أن هذا الواحد أيضا مو قصده أنه تحريف أكو، كان قصده أن يكتب كتابا هو المحدث النوري رضوان الله عليه صاحب مستدرك الوسائل. هذا المحدث النوري كتب كتاب اسمه فصل الخطاب، يعني أنا يمكن موجود، طبعا اندثر الكتاب، جمع روايات التحريف. أكو روايات بس إلى معنى، سأشرح لكم شنو المعنى. آخر شيء الشيخ أبو زرق الطهراني صاحب كتاب الذريعة، العلماء يعرفون هالشخصيات، أكبر كتاب حول مؤلفات الشيعة اسمه الذريعة، يمكن ما أدري سيدنا شقيد 20 مجلد شقيد ما أدري، أنا عندي في إيران. هذا كتاب كتبه في النجف الأشرف باسم فصل الخطاب. الشيخ أغا أبو زرق الطهراني تلميذه يقول: لقد سمعته مرارا أنني كتبت هذا الكتاب لا لإثبات التحريف، بل لإثبات أن هذه الروايات موضوعة ضعيفة لا يستند عليها. فبالنتيجة ماكو عالم شيعي قايل بتحريف القرآن. هذا أولا. طيب، أول شيء، حفظ القرآن من الضياع والفناء. حفظه أصلا شنو معنى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني شنو هذا معناته؟ ثلاث معاني بها وثلاثتها صحيحة. أولا حفظه من التحريف والتغيير، ما حد يقدر يحرف ولا يقدر يغير، هذا أول، هذا الموضوع اللي نحن فيه. ثانيا حفظه من الضياع والفناء، ما يضيع إلى يوم القيامة. ثالثا حفظه أمام المعتقدات المضلة المخالفة له، قوي القرآن استدلاله براهينه قوية، ما حد يقدر يوقف أمامه. هذا من ناحية. نجي أما أنه هذا له المن يرجع، إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر يعني شو شيخنا؟ يعني القرآن. وإنا له، لمن؟ للذكر. واحد جاي قال لا لرسول الله، غلط هذا. إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر يصير شنو؟ مفعول به. وإنا له، يعني للذكر، للكتاب، للقرآن، لام التأكيد، لحافظون. هذه أول شيء. فالمشهور بين السنة والشيعة إجماع لأن هذا القرآن اللي بأيدينا، يا ناس دا تسجلون أنتم، هذا القرآن الذي بأيدينا هو القرآن الذي نزل على قلب رسولنا محمد صلى الله عليه وآله. من الشيخ المفيد إلى عصرنا هذا كل فقهائنا يصرحون بذلك، أنه لا تحريف في القرآن، هذا القرآن هو نفس القرآن. خب، هذول اللي يقولون أنه تحريف أكو، الزيادة خو ماكو، ما حد يقول بالزيادة، يقولون في النقص، يعني أكو شيء كان ولم يجمع هنا. هذول دليلهم شنو؟ أولاً القرآن جمع في عهد رسول الله. تدرون شنو كان شلون يصير؟ جبرائيل كان يجي، التفتوا إلي باوعوني شوية، الخطيب يحب واحد يباوعه، مو شكل. جبرائيل عليه السلام كان ينزل على رسول الله، يأتي بآية أو سورة أو نصف سورة، الرسول يأخذ هذا رأسا يحفظه،
يعطي لكاتبي الوحي وسيدهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اللهم صل على هذول 43 كاتب كان من أول مكة إلى آخر حياة رسول الله. طبعا بعضهم مثلا سورة سورتين كاتب، بعضهم خمس سور. علي بن أبي طالب كتب كل القرآن بيده، من الذين كانوا يكتبون ويقرؤون هو علي، لأن الكتبة كانوا قليلين أيام العرب، اللي يقرأ ويكتب قليل كان، منهم علي بن أبي طالب. خب هذول كانوا يكتبون. ويجعل رسول الله كل آية في محلها، في محلها. شو سورة البقرة مش قد طويلة، هذه ما نازلة في المرخة، نازلة على فترات. الرسول يقول خلوا هاي الآية هالمكان، هاي السورة هالمكان، هاي الآية هالمكان. هذه أولا. كتاب الوحي كانوا يكتبون، فشلون يصير فيها تحريف؟ 43 واحد يكتبون يصير فيها تحريف؟ ويراجعون ويقرؤون القرآن يوميا. وحفاظ اليوم شفت في كتاب تاريخي في الحرب الفلانية بعد رسول الله 4000 حافظ للقرآن، كان حافظ لكل القرآن، استشهدوا في المعارك. هسه ما علينا، في المعارك اللي صارت بعد رسول الله، في قضية جمل، في قضية نهروان، في قضية صفين، قبله ما الأيام الردة، 4000 حافظ. هذول حفظوا القرآن، ما خلوا، مو مثل اليوم اللي يعني القرآن على الرفوف، يوميا يقرؤون القرآن، ما كان غير شيء بعد، كتب ما كانت. الدليل الآخر، الأئمة عليهم السلام، احنا الشيعة بعد، الأئمة شنو يقولون؟ يدعون إلى تلاوة هذا القرآن. طيب يا أيها الإمام، يا إمام الصادق، إمام الباقر، أنت اللي تدعون على هذا القرآن، إذا هاي القرآن بها نواقص شلون تدعونه؟ ما يصير، لازم تكون حجة كاملة. منها عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة، أنا اختاريت نصين حتى تلتفتون إلى موضوع. يقول وكتاب الله بين أظهركم، يعني شنو بين أظهركم؟ يعني ببيتكم. يجي علي بن أبي طالب يقول كتاب الله بين أظهركم وهذا الكتاب ناقص، شلون يصير؟ محرف؟ ما يصير. وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه، ناطق هذا، وبيت لا تهدم أركانه. شوف ايش قد دقيق، يعني هذا مثل بيت أركانه لا تهدم، ما حدا يقدر يقيسه. وعز لا تهزم أعوانه، هذه من كلام أمير المؤمنين. وما جالس هذا القرآن أحد، هذا من حديث أمير المؤمنين في نهج البلاغة. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، يعني أنت لما تقرأ القرآن وتخلص سورة آية سورتين جزء جزئين، لما تقوم إما صار عندك زيادة أو نقصان، شلون يصير؟ زيادة في هدى هدايتك تزيد، ونقصانا عن عمى أو من عمى الضلالة تنقص والهداية ترتفع وتزيد. بعد ثم أنزل عليه، يعني على رسول الله، هذه كل كلام أمير المؤمنين، ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه. إذا بنواقص شلون لا تطفأ مصابيحه؟ وسراجا لا يخبو توقده، ومنهاجا لا يضل نهجه، وفرقانا لا يخمد برهان. روحوا في نهج البلاغة إيش قد أكو، وعند الأئمة كلهم عن القرآن. طيب يا أمير المؤمنين، أنت تدعونا إلى قرآن والعياذ بالله ناقص، شلون يصير؟ أنت حجة الله ورسول الله، إيش قد أكو روايات عنه يدعونا إلى قراءة الرواية المعروفة إني، هذه بعد أعظم رواية، السنة والشيعة يقبلوها،
إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي. كتاب الله اللي بيه تحريف شلون أنت تارك له؟ يصير إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يا رسول الله إذا بتحريف شلون لا تضلوا بعدي أبدا؟ هذه كلها أدلة على أن القرآن غير محرف. الدليل الرابع خاتمية الرسالة، لا نبي بعد رسول الله ولا كتاب بعد القرآن، فشلون كتاب محرف يجب أن يبقى إلى آخر الدهر ومحرف؟ ما يصير هذا عقلا، ما يصير. يعني لا يمكن أن الله يبعث كتابا يحرف. ممكن تقول لعد شلون التوراة والإنجيل وإذن شلون حرفت؟ إذن كانت لفترة. أما القرآن من بزوغ نور رسول الله، بعثة رسول الله إلى آخر الدهر يبقى هذا. خب، هذه الروايات، هذه الأدلة اللي تذكرتها لكم دليل على أن القرآن غير محرف، لا نقصان فيه ولا زيادة، ولا شيعي واحد، فقيه واحد، عالم واحد ذكر أن القرآن فيه زيادة، عفواً فيه نقصان، زيادة خو ما حدا قايل. يبقى شيء واحد، الشيء اللي يستدلون عليه وانتم سامعيه، عندما استشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب إلى جوار ربه، خب الخلافة تغير مسيرها تدرون بعد، الإمام أمير المؤمنين شو نسوي؟ هاي بعد قصة التفتوا إلها. الإمام أمير المؤمنين جلس في بيته، كلما يقولون ليش ما تطلع؟ قال أمرني رسول الله أن أكتب القرآن كاملا. يعني شنو أكتب؟ يعني كانت في جلود، في قراطيس قديمة، مو قرطاسنا هذا، كان المأمور أن من قبل رسول الله أن يجمعها يرتبها. سامعيها هذه بعد. شنو سوى بعدين؟ بعد أيام جعلها على بعير، وأخذ بالبعير وأتى به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيلوات من الأوراق جابها إلى مسجد رسول الله. منو قاعد هناك؟ أصحاب قاعدين. قال أتيت إليكم بالقرآن مجموعا. خب هنا لو واحد يستشكل وزين، إشكال جيد، فلان طلع قال يا علي لا حاجة بقرآنك، الإمام أمير المؤمنين شنو قال؟ شنو جواب؟ قال إذن لا ترونه أبدا. رجع ذاك القرآن وينه؟ عند الأئمة واحدا بعد واحد، والآن عند الإمام المهدي المنتظر. الإشكال الذي يطرح، وين قرآن علي بن أبي طالب؟ تسمعني أبو براك؟ وين قرآن أبو علي بن أبي طالب؟ هل ذاك القرآن غير هذا القرآن؟ لا. شنو كان ذاك القرآن؟ ذاك القرآن كان هكذا حسب رواياتنا، كان علي يجعل الآية بترتيب النزول من أول البعثة إلى وفاة رسول الله. هذا القرآن اللي عندنا مو بترتيب النزول، لما جمعوا أيام أبو بكر وأيام عثمان وعلي بن أبي طالب أيضا كان مشرف من بعيد، هذا عندي دليل عليه، واللجنة اللي تشكلت أيضا كان به من الموالين لأمير المؤمنين، فالقرآن قرآن. شنو صار؟ خلوا الآيات في غير مكانها، مو حسب النزول، ولذلك تشوف فلان آية متناسب قبلها
سياق مخترب شوية. قرآن علي بن أبي طالب نفس الآيات نفس السور بترتيب النزول، هذا واحد. بس هذا مو مهم، المهم الذي لم يقبلوه شنو كان؟ أسباب النزول. الله، أسباب النزول شنو بعد؟ يعني هاي الآية ليش نزلت؟ وين نزلت؟ على منو؟ يعني بسبب من؟ تقصد من؟ هاي هو هاي مشكلة. آيات فضل أمير المؤمنين، آية المباهلة، آية التطهير، آية المودة، آية وهكذا. وين نزلت؟ شلون نزلت؟ في أي سبب النزول؟ هذا سبب النزول هو كان يساعد. هذه راحت من عندنا إلا شذرا مذرا، يعني تروح تدور منا منا تلقى لك في شيء أنه سبب النزول كان هذا. هسه مثلا آية الخاتم، إنما من حافظها؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خب هذا منو كان؟ غير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. آيتين إخواني لطيفة هذه، يعني خلوها في بالكم، آيتين لم يعمل بها غير علي، آيتين في القرآن وبعدها ما عمل بها أحد. واحد هاي الآية، تسمعوني، واحد هاي الآية، تصدق بخاتمه إلى الفقير. بس الفقير كان جبرائيل ما شنو، ذاك بحث آخر للامتحان كان. وآية النجوى، آية النجوى شنو اللي نزلت؟ أنه اللي يريد يناجي رسول الله، لأن كانوا يؤذون رسول الله يحجون، فنزلت آية يا با إذا تريد تناجي رسول الله لازم تدفع صدقة. ما حدا دفع، علي بن أبي طالب دفع الصدقة ونسخت الآية، مو نسخت قراءتها، قراءتها موجود بس نسخ العمل بها. فآيتان لم يعمل بهما أحد غير جدي وجد السادة ها علي بن أبي طالب سلام الله عليه. حتى المشايخ لا يزعلون، غير السادة وأبوكم علي بن أبي طالب، لأن الرسول يقول يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، هم يحتاج صلوات. نرجع إلى بحثنا شيخنا، فهذا القرآن نفس هذا القرآن، أسباب النزول كانت مشكلة. إذا ذاك القرآن كان موجود، كثير من القضايا العقائدية الحكمية الأحكام الفروع حتى كانت تنحل عندنا شوية. ليش؟ أسباب النزول موجودة. فنروح إلى أسباب النزول نفهم شو الموضوع. هذه راحت من عندنا. الناسخ والمنسوخ كان كاتبه، يعني قرآن احنا نسميه اليوم محشى. محشى يعني شنو؟ يعني بحاشية. القرآن هذا ما بحاشية. إذا تريد الفقيه شنو يسوي؟ يجي أخذ قلم يسوي حاشية عليها، يعني هذا القرآن، هاي الآية معناتها هذا، هاي الكلمة معناها هذا، هذا سبب النزول، هذا الشكل، هذا يسموه محشى. يعني علي بن أبي طالب قد حشى، جعل هوامش على هذا القرآن الذي أتى به إلى مسجد رسول الله، والأمة ما كانت مستاهلة، ما كانت مستاهلة. هكذا بس نفس القرآن ماكو غيره. يجي إشكال ثاني، مصحف فاطمة سلام الله عليها، هم يتهمونه الشيعة عندهم مصحفين، مصحف موجود في مساجدهم هذا، أكو مصحف سري. شنو هو مصحف فاطمة؟ مصحف فاطمة مو قرآن، ولا هو وحي، ولا هو فد قرآن مقابل القرآن. أولا
إخواني خلي أقول لكم، كلمة المصحف كلمة جديدة، مو جديدة يعني في عصرنا هذا، يعني في أيام الرسول ما كان يسمون مصحف للقرآن، بعدين صار اصطلاح المصاحف جمعه مصحف، أطلقت هذه الكلمة على القرائين أيضا، وإلا كانوا يسموه الكتاب القرآن، القرآن المجيد، هذا هو مصحف، يعني شيء صحفته، صحيفة، مصحف يعني صحيفة. جبرائيل كان يأتي لمواساة فاطمة ويؤتي به إليها بعض الأسرار، وكتبها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صار مصحف. الآن مو موجود حتى تقولون الشيعة عندهم مصحف فاطمة وعندهم قرآن ثاني، الآن هو عند إمامنا ومولانا مهدي هذه الأمة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا تحريف في القرآن عندنا أبدا، الزيادة لا يقول بها أحد، والنقصان فقهاؤنا من المفيد إلى هذا اليوم كلهم مجمعون في كتبهم أن لا تحريف في القرآن، وهذه الأدلة التي ذكرناها، وأفضل الدليل هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الحجر الآية 9: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما حد يقدر يخرب، يحرف، يزيد، ينقص، لا معنوي. نعم أكو شيء روايات التحريف، أم أكو ترى هذا لازم نقوله وبعدين نختم الحديث. أكو الروايات حول التحريف معنوية إخواني، معنوية يعني شنو؟ يعني العمل بالقرآن محرف، مفاهيم القرآن حرفت. نعم أجيب لكم مثال، مثال جدا واضح، اللي ما عنده إمام معصوم يفسر القرآن بكيفه، أما إحنا ما الحمد لله عندنا أئمة معصومين فسروا القرآن كما نزل. يد الله فوق أيديهم، شلون نفسرها شيخنا؟ يد، هذه يد بعد، فمعناته الله عنده يد والعياذ بالله. تروح إلى وين؟ إلى تجسيم الله والعياذ بالله. هذا تحريف معنوي، وإلا ما حدا قايل أنه يد واحد إجا خلى هاي الكلمة في القرآن، لا ما حدا يقول. إحنا نقرأ يد الله فوق أيديهم، السنة أيضا يقرؤون يد الله فوق أيديهم، المسيح يوم لما يقرأ قرآن يقول يد الله، بس اليد شنو معناته؟ قدرة الله فوق قدراتهم. هذا ما يعرف أن اللغة العربية واسعة، مو عناته أنه كل كلمة إجت تأخذ بظاهرها، لازم تفهم أنه الله مو جسم، ليس كمثله شيء، ما يفهم هذا الشيء. هذا التحريف المعنوي، هذه وحدة. الثاني أنه أكو روايات أنه زيدت كلمة فلان، هذا للتفسير مو للتأسيس. تأسيس يعني شنو؟ يعني أنا أقول هذه الكلمة حذفت من القرآن وكانت، مثلا أفرض نصرة رسول الله بعلي، المفسر أو الإمام عليه السلام يقول هذه النصرة صارت بعلي بن أبي طالب في حرب أحد مثلا، بس هذه بعلي مو من القرآن، هذا تفسير. مثل خطيب قاعد يقرأ آية من آيات القرآن، وسط الآية يجيب شنو؟ كلمة من عنده للتوضيح مو للتأسيس. مثلا ايش شكل اقول؟ انا اضرب لكم مثال، انا نحن يعني الله، يعني الله انا ضفته بعد، هذا يعني الله يعني قرآن صار. انا دا افسر لكم انه نحن يعني الله، انا نحن نزلنا الذكر وانا له للقرآن. انا شو اللي قلت الان؟ اضفت كلمة للقرآن، هذا للقرآن، مو انا اريد اقول انه هاي للقرآن موجودة هنا، دا أفسر، دا أوضح، دا أبين.
هذه في رواياتنا موجودة وفي روايات أهل السنة موجودة. هذا ليس من أنه تقول هذا تحريف. الإمام الصادق ده يشرح لأصحابه آية من آيات القرآن بعدين يضيف كلمة من عنده، مثل شنو حنسوي؟ بين قوسين، أحسنتم، يفتح قوسين. بس ذاك اليوم لما يكتبون ماكو قوسين، فالحديث جاي الشكل، واللي يريد يتهمنا شي يقول؟ يقول شوف إمامهم زاد في القرآن. يابا هذا توضيح، أنتم عندكم في كتبكم. فنحن والسنة علماؤنا وعلماؤهم لا نقول بتحريف القرآن. أما بعض محدثينا، واحد اثنين، وبعض وكثير من محدثيهم قالوا بالتحريف، وهذا غير معول عليه لا عندنا ولا عندهم. بعد أكو عركة؟ ماكو عركة، ونحن إخوة إن شاء الله. خب أنا أخوة تعبت بعد. أما الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل ليلة، بسم الله الرحمن الرحيم، عن الإمام الصادق عليه السلام: من لم تكن فيه ثلاث خصال لم ينفعه الإيمان. إن شاء الله كلنا مؤمنين. الإيمان بها شروط، أنا مؤمن وأصلي وأصوم زين، ولكن إذا يريد حقيقة الإيمان لازم يتصف بهذه الصفات. خصال يعني خص، جمع خصلة، الأخلاق الفاضلة يسموه خصال الحميدة. أولا شنو؟ حلم يرد به جهل الجاهل. نحن اليوم نحتاج إلى هذا الشيء، خاصة المبلغ الواعظ لازم يتصف بهذا. الناس اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم بيهم جهلة، يجي يسب، يشتم، ينتقد، يستمسخر، يستهزئ، ما يخالف. حلم يرد به جهل الجاهل، يرد يعني ما يجاوبه، يحلم. علم مع حلم. أئمتنا سلام الله عليهم كانوا متصفين بهذه الصفة. يأتي إلى الإمام الباقر، أنا أخجل أن أقول ولكن لازم نقول لأن الحديث موجود، يأتي في المدينة إلى الإمام الباقر ويقول له: أنت بقر، والعياذ بالله. الإمام شو يقول؟ يقول: سمتني أمي باقرا. لا يرد عليه ولا يسبه. أصحابه رادوا يقتلوه، أكو راديكاليين بعد في كل مكان، خلي نضربه يا ابن رسول. قال: لا لا لا، الصبر. أمي سمتني باقرة. بعدين قال له: هل أنت غريب؟ مضمون الحديث سامعيها بعد: إذا كنت جائعا أشبعناك، إذا كنت ضالا، إذا كنت مال شنو آويناك أشبعناك، تعال فلان. بعدين صار من مريدي الإمام. حلم يرد به جهل الجاهل. طب هذه زين، أخلاق فاضلة. الآن إحنا نحتاج هذه في مجتمعاتنا. حلم أمام الزوجة، حلم أمام الأولاد، حلم عند الزوجة. النسوان يسمعون بعدين عبر التلفزيون شنو الفضائيات، الزوجات شوي يتحملن. أما كل حراك مع الزوج، مع هذا جاي من برا وتعبان، شوي يتحملي. حلم يرد به جهل الجاهل. ثانيا: وورع يحجزه عن طلب المحارم. واليوم محارم هواية صارت. شد واحد يقول: إذا أنا أريد للسوق أروح، شو أسوي؟ أطالع قدامي سافرات، أطالع على اليمين وويلا، أطالع على اليسار شنو أسوي؟ أطالع جوا أوقع. صعبة. ورع، الورع فوق التقوى، حالة فوق التقوى. ورع يحجزه عن طلب المحارم، لا أقل نيته أنه لا يطلب المحارم. هسه في الشيء صار بعدين يتوب. هاي اثنين. ثالثا: وخلق يداري به الناس. هاي العركات العائلية الاجتماعية حول الفلوس بين الورثة، هذه كلها تحل. أخلاق يداري به الناس.
اللهم يا ربنا في هذا الشهر الفضيل من علينا بهذه الصفات الحميدة، واشفع لنا واجعل شفعاءنا النبي وآله إن شاء الله، واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله الله الله.